ازيكم عاملين ايه؟ انا نور من فوتو داي، والنهارده جاي اعمل معاك ريفيو عن الماك تشيز. باستا تجو وتشيليز. هنبتدي باستا تجو واقول لكم الدنيا فيها ايه. مبدئيا باستا تجو بعت لي كفر غير الكفر بتاع الكب اللي احنا المفروض ناكل فيه. الباستا ماك اند تشيز عند باستا تجو بالدليفري ب 130 جنيه، الدليفري لوحده 30 جنيه. انبسطوا، تعالوا نجرب بقى نشوف الدنيا فيها ايه. دي الباستا معاها بطاطس وبيبسي كولا والكفر. يلا بينا نجرب. دي الفرايز بتاعتهم. باستا ماك اند تشيز بيبقى فيها انواع جبن رهيبه صراحه، مبهره. باستا تو جو بيعمل ماك اند تشيز حلو. فارم فريت. نجرب التشيليز. تشيليز كفر الماك اند تشيز وفرايز. الماك اند تشيز عند تشيليز بعد الدليفري 127 جنيه، دليفري بس 22 جنيه، معهاش بيبسي او كولا او اي حاجه، هي جايه زي ما هي كده. هنجربها برده ونشوف. دي الماك اند تشيز بتاعت تشيليز. يلا نجربها. في فرق بين الماك اند تشيز بتاعت تشيليز وبتاعت باستا تو جو. باستا تو جو بتاعنا عاملينها بسباكيتي، دي عاملينها باسمها دي بي اي البو او حاجه كده، دي معروفه اكتر، او يعني اغلب الناس بيعملوها في المطاعم التانيه كده بالنوع ده من المكرونه مش بالسباكيتي. مفيش طعم جبنه، وطعم الجبنه هنا تحس ان فيها جبنه رومي، في جبنه كريمي بس مش عارف ايه هي. تشيليز وصل 40 دقيقه تقريبا، بس الحاجه مش احسن حاجه بصراحه. باستا تو جو والبطاطس. باستا تو جو وصلت في وقت اطول بس طعم الاكل احلى. ريت في باستا تو جو 8 من 10 عشان طعم الجبنه حلو قوي، في بهارات وفلفل وحاجات كده مخليها طعم المكرونه طالعه مظبوط جدا. الماك اند تشيز هنا تحس انها بلين، الجبنه مش واضحه قوي، وهي المين بتاعها تشيز، فممكن نديها 5 من 10. ده كان ريفيو النهارده عن باستا تو جو وتشيليز في الماك اند تشيز. ماك اند تشيز بتاع باستا تو جو احلى كتير. لو عايزين اعمل ريفيوز عن حاجات تانية او عايزين اجرب حاجات مختلفه اكتر قولوا لي في الكومنتس تحت. كان معاكم نور من فوتو داي، وميك افري داي فوتو داي.